يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-25، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 36-24. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 25، العريش 32-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 40-29. أما عن الأقصر، الأقصر العظمى 43، الصغرى 27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-30، حلايب 35-28، وأخيرا شلاتين 38-30. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.